بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو الإفتاء واستاذ الفقه بجامعة القصيم. حياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بالأخوة والأخوات، أسأل الله يجعله لقاء نافعا مباركا. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. أول اتصال على بركة الله، حسن من المغرب، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا حسن. حياك الله، تفضل يا أخي الغالي. لدي سؤالان. السؤال الأول، توفيت زوجتي وابني رحمهم الله وعظم أجرك وجبر مصابك يا حسن. ابني توفي يوم وضعته أمه، وزوجتي لحقت به بعد 40 يوما. الله يعظم أجرك، الله يعظم أجرك. هل هذا الولد سيكون شفيعا لي إن شاء الله؟ الله يجبر مصابك ويصبرك، أبشر إن شاء الله تسمع جواب الشيخ بإذن الله تعالى. سؤال ثاني، تفضل. هل أي أنواع وأكثر الصدقات التي يمكن أن أتصدق بها عليهم وعلى أولادهم؟ طيب أبشر إن شاء الله يا ولدي، رجاء من الشيخ خالد. أبشر، تفضل. تفضل. أنا فراقك، ما أريد كلمة تطمئن بقلبي من الشيخ. أبشر إن شاء الله، أبشر بإذن الله تعالى، تسمع ما يسرك. شكرا جزيلا يا حسن. أبو أحمد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا أبو أحمد. كيف حالك يا شيخ؟ كيف حال الشيخ؟ يا مرحبا يا مرحبا، تفضل. أطلب من الشيخ الدعاء. الله يوفقك. إيه عليك سؤال. تفضل تفضل. ما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من كان جنة من كان من قبل إدخال ذرة يا أبا أحمد؟ أعد السؤال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى من بقلبه مثقال ذرة من كبر. نعم، من كبر. شرح الحديث باستفاضة وتعريج على الخيلاء والعجب. أبشر. السؤال الثاني، السؤال الثاني، في صلاة الجمعة الإمام حينما يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الآية. إيه نعم، يقول المصلون بعض المصلين يرفع صوته بالصلاة على النبي. طيب فهل هذا صحيح أم لا؟ يعني أبشر، بقي الله يرفعون صوتهم كذلك. بقي شيء يا أبا أحمد؟ في سؤال ثالث، تفضل. ما هي الضوابط الشرعية لبيع العملة؟ أها. أبشر إن شاء الله تسمع الجواب يا أبا أحمد. ناجي من ليبيا، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله ناجي. السؤال الأول، في الدعاء اللي قبل السلام، هل نقول الأدعية الواردة عند الرسول أم ندعو ما شاء من الأدعية؟ طيب بقي شيء. السؤال الثاني، متى يحصل الأجر عند متابعة الجنازة للقبر؟ هل عندما ننتهي من الدفن أم متابعة الجنازة؟ طيب ماذا يحصل أجر بالقراءة الثانية؟ طيب عندك أسئلة أخرى يا ناجي؟ بارك الله فيك. الله يحييك يا أخي غالي. أم إبراهيم من العراق، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول، ابن زوجي أحسن إليه ويسر إليه، وعزمت أن أقطع علاقتي به. ابن زوجك زوجي يعني أحسن إليه بالحسنة عامة ويسيء إليه. نعم، وعزمت أن أقطع علاقتي به أبدا. نعم، هل يجوز ذلك أم علي إثم؟ طيب، اللي هو ابن زوجك من زوجة أخرى طبعا. بل نعم. السؤال الثاني، السؤال الثاني، الآباء الذين ماتوا وهم مشركين وأبناءهم مسجدين، فعندما يدعون لهم يتصدقون لهم، فهل يدخل لهم الدعاء والصدق؟ هم ماتوا على الإسلام؟ لا لا، ماتوا وهم مشركين. ماتوا على الشرك؟ بلي بلي، وأولادهم مهتدين. اي نعم. طيب السؤال الثالث، جزاك الله خير، رجل طلق زوجته ونكحت زوجا آخر. اي نعم، وتركت أولادها إلى الزوج الأول. اي نعم، ثم طلقت من الزوج الثاني ورجعت أبقت الأولاد من الزوج الأول، فهل الأولاد بالشرع للأب أم للأم؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم إبراهيم. أم أريج من السودان، تفضلي. ألو، تفضلي يا أختي. السلام
السلام عليكم. وعليكم السلام، يا أهلا وسهلا. تحياتنا للشيخ. الله يحييك يا أم مريج، تفضلي. أنا منغضة. نعم. وحصلت لي جيوب أنفية وحساسية من النغاض. أي نعم. وعايزة أتركه، هل علي؟ طيب، عندك سؤال آخر يا أم مريج؟ أيوة. السؤال الثاني، زوجي مانعني من زيارة أولاد أبوي. اي نعم، يعني اخوانك من الاب. ايوه زوجي مانعني، وانا شايفه حقه اولى من حق اخواني. اكون كده غلط على الرحم. طيب بقي شيء يا مريج؟ لا، جزاكم الله خير. الله يحييك يا اختي، اهلا وسهلا. احمد من السعوديه، تفضل. وعليكم السلام، حياك الله يا احمد. ان شاء الله يكون صوتي واضح. واضح جدا، تفضل. اقول لك عند تبدا بالصلاه تغمض عينك. نعم. اي واضح. مش كثيره. طيب السؤال الثاني. نعم تفضل. عند المضمضه احس ان المويه وش في وانا صايم. طيب ابشر ان شاء الله. بقي شيء يا احمد؟ جزاك الله خير. حياك الله يا اخي علي. نبدا بالاسئله على بركه الله. اخونا حسن من المغرب يذكر أن زوجته أو كانت حامل وولدت وتوفي الولد بعد الوضع مباشرة، ثم لحقته الزوجة. أولا يعني كلمة تخفف عن أخينا حسن ما يجده من الألم بسبب هذا الفقد، نسأل الله يجبر مصابه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقني وإياكم العلم النافع ويجعلنا مفاتيح خير مغاليق شر. فيما يتعلق بسؤال أخينا الكريم عما نزل به من مصاب، أولا أسأل الله تعالى أن ينزل على قلبك السكينة والطمأنينة، وأن يرزقك الصبر، وأن يخلف عليك خيرا. وأوصيك كما أوصي كل مصاب في نفس أو مال أن يصبر ويحتسب، فالصبر به يدرك الإنسان خيرا عظيما، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة وجدها تبكي على ابن لها مات، اتق الله واصبري، كما في الصحيحين من حديث أنس. وإذا قابل المؤمن المصيبة بالصبر والاحتساب، كان هذا من أبلغ ما يكون في تحقيق الخروج من آثار هذه المصيبة في الدنيا والفوز بالأجر في الآخرة، فيجمع الله له خيرين، صلاح دنيا وفوزه في الآخرة. ولهذا ينبغي أن يستحضر المؤمن هذه المعاني وأن يقابل المصائب بالصبر، فإنه ما تنزل بالعبد من مصيبة إلا ويكون لله عز وجل فيها حكمة، فإذا صبر وقابل ذلك بخير كان من موجبات فوزه وحصول خير الدنيا والآخرة له. جاء في الصحيحين أن ابنة للنبي صلى الله عليه وسلم بعثت إليه في ابن لها يحتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار. ثم قال: فلتصبر ولتحتسب. هذا الكلام النبوي الموجز، كلام أب لابنته في مصابها بابنها، في أوجز عبارة وأبلغ موعظة ينبغي أن نستحضرها عند المصائب. إن لله ما أخذ، فما أخذه الله من الإنسان فهو لله جل في علاه، منحك إياه وأخذه منك، وهو المتفضل بالعطاء، وهو الذي يأجر ويثيب على الصبر بالأخذ. ولذلك قال: إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، فلتصبر ولتحتسب. فأوصي أخي وكل مصاب بهذه الكلمات النبوية التي هي من موجبات الرضا والطمأنينة والصبر. ثم إن من صبر واسترجع عند المصيبة
أخلف الله تعالى عليه من الخير ما ليس في باله في الساعة الحاضرة. أحيانا غرق الإنسان بعظم النازلة وشدة المصيبة يعميه عن إدراك ما يمكن أن يكون من مفاتيح الخير التي تأتي إليه بسبب صبره واحتسابه وتجاوزه لما نزل به من مصاب. ولهذا نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ضرورة مقابلة المصائب بالصبر. ففي الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. إن لله تفويض لله عز وجل، لأنه هو الذي يملكنا وهو الذي يتصرف بنا، وإليه مرجعنا، فليس لنا في مقابلة أقضيته وأقداره إلا الرضا والصبر بما قضاه وقدر. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما قال هذه عبد إلا آجره الله تعالى في مصيبته وأخلف عليه خيرا. وقد وقع ذلك لأم سلمة راوية الحديث، فقد مات أبو سلمة وهو من أحب الناس إليها زوجها، فلما مات ذكرت هذه المقولة: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قالت: فأخلف الله علي خيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت من أمهات المؤمنين وزوجة سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه ببركة هذه المقولة وهذا الدعاء الذي قالت. المصائب متنوعة، من الناس من يصاب بنفسه، من الناس من يصاب بماله، من الناس من يصاب بولده، من الناس من يصاب بوالديه. ينبغي أن يعرف أن المصيبة عامل مشترك في حياة الناس وطبيعة الدنيا التي جبلت على كدر وقدر ولا سلامة فيها مما يكره الإنسان. قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي في معاناة ومشقة، وهذه المعاناة والمشقة هي مفتاح عطاء وبر وإحسان من رب يعطي على القليل الكثير. ولهذا في موتي وفقد الأحباب من الأجر والثواب ما لا يوازي ما يكون من فقدهم في حجم المصيبة. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قبضت صفيه في الدنيا، يعني حبيبه، سواء كان ولد أو كان زوجة أو كان صديق أو كان والد، يقول صلى الله عليه وسلم: ما لعبدي جزاء، في الحديث الإلهي: ما لعبدي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. يعني يأجر الله تعالى العبد على صبره بسبب المصيبة في فقد من يحب من ولد أو والد أو قريب أو صديق أو حبيب، أن يأجره الله تعالى على ذلك الجنة، نسأل الله من فضله. وقد جاء ذلك في مصيبة الإنسان بولدي على وجه الخصوص، فجاءت الأحاديث متوافرة في جزاء من فقدت اثنين ثلاثة من ولدي، من فقدت اثنين من ولدي، وأن له بذلك الجنة. فينبغي استحضار مثل هذه المعاني وألا نقف عند المصيبة. الموت قضاه الله تعالى وكتبه على كل نفس، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فينبغي التعامل مع هذه الوقائع والحوادث على نحو ما تقتضيه. لا يعني هذا أن يلغي الإنسان شعوره بالألم. النبي صلى الله عليه وسلم فقد ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم على بعد طول غياب من ولد، وليس له من الذكور إلا هو الذي بقي وعاش، فما كان منه إلا أن قال: إن العين لا تذرف والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. فالحزن عامل طبيعي وأمر قد يصيب الإنسان بطبيعة خلقه وما قدره الله تعالى عليه من الأحداث، لكن عندما يكون الحزن
محدودا بأن لا يوقع الإنسان في محرم، بأن لا يوقعه في جزع، بأن لا يوقعه في ما يغضب الله تعالى، عند ذلك ينال الإنسان بهذا أجرا وثوابا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يخلف عليك خيرا، وأن يغفر لزوجتك، وأن يجعل هذا الولد شافرطا وشفيعا، وأن يجعله في كفالة إبراهيم. فإنه قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا كما في الصحيح، رأى رجلا رأسه في السماء طولا وحوله صغار، فلما سأل عن الرؤيا قال ذاك إبراهيم وحوله من مات على الفطرة من الصغار. ولذلك من أدعية مما يقال في الدعاء للصغار عند الصلاة عليهم، واجعله في كفالة إبراهيم. كلام جميل، جزاك الله خير الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون هذا الكلام يعني سببا في يعني تصبير أخينا بحسن أو أخونا حسن من المغرب. سؤاله الثاني، ما الذي يمكن أن أفعله لزوجته فيما يتعلق بالصدقة وغير ذلك؟ أفضل ما يهدى إلى الأموات الدعاء لهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فأفضل ما يوصله إلى أمواته بعد موتهم هو أن يدعو لهم، فليجتهد في الدعاء لهم. ومن يعني اجتهد في الدعاء فاز هو بالأجر والثواب، وملك وبملك يقال يقول له ولك بمثل، وفاد صاحبه بما نفعه به من الدعاء. وأحمد من ليبيا، وإذا كان عليها حقوق أو عليها التزامات فليقضيها، فهذا مما ينفع الميت أيضا. وأحمد من ليبيا سأل عن معنى حديث لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الحديث في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال أي وزن، فالوزن يعبر عنه بالمثاقيل. مثقال ذرة يعني وزن ذرة، والذرة قيل هي صغار النمل، وقيل هي ما لا وزن له، وقيل هو جزء دقيق لا يرى. وفي كل الأحوال المقصود أنه من كان في قلبي أدنى ما يكون مما يوزن من الكبر فإنه يكون حائلا دون دخول الجنة. وهذا يبين أن الكبر وإن كان على أقل ما يكون إذا تطرق للقلب كان حاجبا عن الجنة، مانع من دخول الجنة. طيب يعني هل المعنى هذا أنه لا يدخل الجنة بالكلية؟ لا، المعنى هذا أنه لا يدخل حتى يطهر بما يكون من أسباب التطهير التي يجلو الله تعالى بها قلبه وعمله من هذه الآفات. ليش ما يدخل من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر الجنة؟ لأن الكبر يتنافى مع العبودية، والجنة إنما هي لعباد الله الصالحين، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولذلك يقول الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. فلا سبيل للوصول إلى الجنة إلا بتحقيق العبودية وسلامة القلب من كل آفة ومن ذلك الكبر. مظاهر الكبر يعني الآن الناس يختلفون فيها فيما يتعلق باعتبارهم مظاهر الكبر. يعني أحيانا قد يكون الإنسان مثلا يلبس فيما يتعلق بشكله، الناس حريصة مثلا على شراء ماركات مثلا يقوم بظهور بها أمام الناس، هل يعتبر هذا من الكبر ومن يعني التعالي على الآخرين؟ هذه المسألة فيما يتعلق ب الملبس والمظهر يعني يجعلها بعض الناس معيارا لما يتصل بالاتهام بالكبر أو عدمه، وهذا من الغلط. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أحب أن أتجمل فيكون نعلي حسنا وثوبي حسنا، أفيكون هذا من الكبر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. فهذا الحسن في المظهر هو من الجمال الذي يحبه الله، وليس هذا من الكبر. إنما الكبر قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كلمتين، قال فيه كلمتين هما معيار الكبر بغض النظر عن المظهر والصورة. الكبر غمط الحق وبطر الحق وغمط الناس. إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. قوله صلى الله عليه وسلم:
بطر الحق أي رده وعدم قبوله والتعالي عن الانقياد له، وغمط الناس يعني احتقارهم والنظر إليهم بعلو ورؤية النفس، سواء كان بسبب مال، بسبب نسب، بسبب دين، بسبب صلاح، بسبب جاه، ترى نفسك عالي على الناس، هنا يكون الكبر. بغض النظر عما يكون في مظهرك، قد يكون إنسان رث الثياب لكن مستكبر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، قال في عدهم، قال عائل مستكبر. عائل يعني فقير، إما في فقير إلى مال أو فقير إلى أمر من الأمور، ومع عائلته قلبه مليء بالكبر، عائل مستكبر. وإنما كانت العقوبة مغلظة في حق هذا، مع أن الكبر ممنوع من كل أحد، لأنه ما هنا إنه عائل، فكيف يعلو على الخلق وهو عائل؟ كما أن من كان عاليا بغي له أن يخفض نفسه. فالكبر داء يتسرب إلى القلب، سواء في حال الغنى أو في حال الفقر، في حال العيلة أو في حال الاكتفاء. سؤاله الثاني يقول في صلاة الجمعة أن الإمام يقول يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، هل المأمومون يرفعون صوتهم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت؟ نعم، لا بأس أن يقولوا ذلك بما لا يخرجهم عن الإنصات، فيقولها فيما بينه وبين نفسه صلى الله عليه، لأن هذا ليس كلام الإنسان، ممنوع من الكلام. أما الدعاء فيما إما تأمينا أو استجابة لما أمر به الله عز وجل من الأدعية فلا بأس بذلك بما لا يشغله عن الإنصات. سؤالها الثالث عن ضوابط بيع العملة. يجب في العملات أن إذا كانت متفقة الجنس أن تكون يدا بيد مثلا بمثل، وهذا يحصل فيما إذا كان صرف لفئات العملة المختلفة، فينبغي أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. تصرف 100 ريال بخمسينات أو عشرات أو خمسات أو ريالات، فهنا لابد أن يتفق العدد، وأن يكون التفرق بعد انقضاء التقابض، فلابد من التماثل في العدد والتقابض، هذا إذا كانت العملة متفقة الجنس. أما إذا اختلفت العملة، بمعنى أنه هذا ريال وهذا دولار وهذا ريال أو هذا جنيه أو ما إلى ذلك، ففي هذه الحال لا بأس بالتفاضل، ولكن لابد من التقابض قبل التفرق. والقيد الكتابي في المصارف يعتبر قبضا حكميا. ناجي من ليبيا يقول في الصلاة وقبل السلام هل يقتصر على الدعاء الأدعية الواردة أم يمكن أن يدعو بكل دعاء يراه مناسبا؟ ما في شك أن الأفضل في ذلك الأدعية التي وجه إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فهو أجمع الدعاء وأكمله أن يدعو الإنسان بما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك إذا كان له حاجة في أمر من الأمور وليس في 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 الدعاء النبوي ما 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 يعني يأتي به، فليدعو الله عز وجل بما شاء، مع أنه ما فيه مطلب إلا وقد شملته أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. وأجمع ما يكون من الأدعية التي تأتي على كل المطالب بلا استثناء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولهذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، كما في الصحيحين من حديث أنس. السؤال الثاني عن متابعة الجنازة، أولا متى تنتهي وما هو أجرها؟ متابعة الجنازة تنتهي بالفراغ من دفنها، في قوله جماعة من أهل العلم، وقال آخرون بل في وضع الجنازة في اللحد. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن وضعها في اللحد ينقضي به المتابعة، لا سيما إذا كان هناك من يقوم بالدفن، لكن كمال ذلك بالانتظار حتى يفرغ منها ويدعو للميت. لكن
يتحقق اتباع الجنازة الذي يؤجر به عليه الإنسان بقيراط غير قيراط الصلاة أن توضع في اللحد، فإذا وضعت في اللحد انقضت المتابعة وله أن ينصرف، لكن كمال ذلك في أن يبقى حتى يفرغ من الدفن ويدعو للميت اللهم اغفر له اللهم ثبته. الأجر المترتب على متابعة الجنازة والمقصود فيما يتعلق بالقراط، القراط هو قد بينه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حديث أبي هريرة إذا صلى على جنازة فله قراط وإذا تبعها فله قراطان، وفي بعض الأحاديث القراط في أصغرهما كجبل أحد. والقراط يطلق على في الأصل على الأموال وعلى أنواع من العطاء في المال، وهذا يدل على عطاء جزيل كثير حجمه أكبر من جبل أحد. أم إبراهيم من العراق تقول إنه حصل مشكل بينها وبين ابن زوجها من زوجة ثانية مشكلة، فهل تقاطعه؟ يجوز لها أن تقاطعه؟ مشكلة في ماذا؟ يعني صار بينهم خلاف وهي تذكر أنها تحسن إليه ويسيء إليها، هل يجوز لها أن تقاطعه؟ إذا كانت تتأذى منه فلتبعد عنه بما يقطع أذاه، وليس هذا من صلة الرحم، يعني ليس هذا من ذوي الرحم الذين يجب أن تصلهم، لكن هذا من حق المسلم على المسلم الذي يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فلا يحل لها أن تهجر حتى لو لم يكن بينها وبينه نسب، لكن إذا تأذت منه فلها أن تتوقاه بما تدفع به عنه الضر، وإذا ارتحل وانتقل إلى مكان آخر فلا يجب عليها صلته. السؤال الثاني تقول إذا مات الآباء على الشرك هل ينفعهم ما يفعله الأبناء لهم مثلا صدقة أو غير ذلك؟ إذا كانوا على غير الإسلام ماتوا على غير الإسلام فهنا لا ينفعهم ما يكون من عمل أولادهم، لأنه خارج عن ما يكون به الثواب للإنسان في الآخرة، لأن الثواب في الآخرة فرع الإيمان، الله تعالى يقول في أهل الشرك والكفر وقدمنا إلى ما عاملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال في الكافرين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فليس لهم ما يوزن به أعمالهم إذا كانوا على أهل من أهل الكفر والشرك، تذهب تتبدد أعمالهم ولا ينفعهم ما كان من عمل، إنما يجزون به في الدنيا. وأما ما يتعلق به إذا كان مسلما، إذا كان السؤال عن مسلم لكن عنده أخطاء فإذا كان يعذر بجهله فهذا يرجى إن شاء الله تعالى أن يعفى عنه، لا سيما فيما إذا كان الجهل فاشيا ويعتقده دينا وليس هناك من ينبه إلى الخطأ والخطر. نعم. من الأولى بالولاية على الأولاد في حال طلاق الزوجين، هل هو الزوج أم الزوجة؟ هذه من المسائل التي يرجع فيها إلى القضاء، لكن في الجملة المرأة في حق الصغار لها حضانتهم ما لم تنكح، ثم إن الحضانة لا تقتضي ولا تستلزم أن تمنع أن يمنع الطرف الآخر الزوج أن يمنع الزوجة أو الزوجة تمنع الزوج من رعاية الأولاد، فهذا حق مشترك والحضانة لا تلغي هذا، إنما الكلام على القيام عليه في مصالح هذا ما يرجع فيه إلى القضاء. أم أريج تذكر أنها تلبس النقاب لكن سبب لها ذلك بعض الحساسية وبعض المشاكل يعني الصحية، هل تتركه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. سؤالها الثاني تقول إنها زوجها منعها من زيارة إخوانها لأبيها، ففي هذه الحالة ما الذي تفعله؟ هل تضيع الزوج أم تصل رحمها؟ ليس للزوج أن يمنع المرأة من صلة ذوي رحمها، فإن هذا من الأمر بالمنكر، وتصل رحمها لا سيما إذا كان ليس ثمة سبب، يعني ما هناك سبب يوجب فساد أو شيء من هذا،
فليس له المنع ولا 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 يلزمها أن تطيعه في ذلك، لكن ينبغي أن تراعي ما يمكن أن يحقق بقاء الزوجية والألفة والعشرة مع صلتها ذوي رحمها. أم وسام من العراق تفضلي. السلام عليكم، كيف حالك يا أبو عمر؟ السلام، حيك يا هلا والله وسهلا أم وسام، تفضلي. عندي خمس أسئلة من فضلك. تفضلي. السؤال الأول. الأول، حديث الحلال بين والحرام بين وبينهم أمور مشتبهات، هل إذا عملنا في مسألة مختلف فيها نكون قد وقعنا في الشبهات؟ طيب السؤال الثاني، في منطقتنا المسجد بعيد وفي بعض الأحياء لا نسمع صوت الأذان، هل يجوز أن نأخذ على الإنترنت توقيت الإنترنت؟ طيب السؤال الثالث، السؤال الثالث، ابنتي تهدي ختم القرآن لجدتها لأن جدتها لا تعرف القراءة، هل تصل لها ثواب هذه الختمة؟ هي على قيد الحياة ولا 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 هي حية؟ لا موجودة موجودة بس هي ما تعرف تقرأ وتكتب. طيب السؤال الرابع، السؤال في سورة مريم قوله تعالى إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، لماذا قال عذاب من الرحمن وهو موطن عذاب؟ طيب سؤال جميل. السؤال الخامس، ابنتي تنوي أن تفتح محل حلويات، فهل ستكون في الموجود في النقود التي تربحها أن في المبلغ أم في السلع المعروضة للبيع؟ طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم وسام، ونسأل الله يوفق ابنتك ويرزقها يفتح عليها أبواب الرزق. أم وليد من السعودية تفضلي. يا أم وليد. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي. يا أم وليد الله يرضى عليك، اسمعينا من الهاتف وأغلق التلفزيون، قصر التلفزيون. الله يجزاكم خير على كل ما قدمتوه للإسلام والمسلمين. آمين. وياك 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 يا أمي، تفضلي. بسأل لو سمحت سؤالين. السؤال الأول، بسأل عن زوجي توفى من قبل 20 يوم رحمة الله عليه، الله يحفظه الجنة. زوجك توفي قبل 20 يوم؟ أيوه. عظم الله أجرك وأحسن عزاك وغفر لميتك، الله يغفر له ويرحمه ويجبر مصابكم يا أم وليد. اللهم آمين. الله يجزيك خير. ما هو سؤالك؟ بسأل عن العدة عامة، يعني كيف المعتدة حدود الشرع يعني. طيب والأمانة اللي بجوز إنها تخرج، يعني سمعت فتوى إنها حتى ممكن تخرج للمسجد، وأنا بسكن جنب الحرم على بعد 4 كيلو تقريبا. طيب هل يجوز يعني بدل المسجد الحي اروح الحرم؟ طيب عندك سؤال اخر يا ام وليد. السؤال ايوه الثاني، ما ينفع الميت مش من الاولاد، من الزوجه يعني. طيب اعرف انه الاولاد الدعاء والصدقه والعلم النافع، لكن على الزوجه بالذات يعني حقوقها. ابشري ابشري ان شاء الله. ابشري يا ام وليد تسمعين الجواب. ساره من السعوديه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضلي يا أختي. سمحت أنا أريد الشيخ يتكلم عن فضل الأخت. فضل الأخت؟ نعم. طيب يعني فضل الأخت بشكل عام ولا كيف يعني فضل الأخت يا؟ لا لا بشكل عام. طيب على كل حال عندك سؤال ثاني يا سارة؟ إيوة يا شيخ. تفضلي. يا شيخ اللي ينطق خشمة في رمضان، يقول طفشنا في رمضان. ايه ينطق خشمة في رمضان. طيب طفش من ايش؟ ينطق من الدم. طيب تسمعين الجواب. شكرا جزيلا يا سارة. احمد من تونس تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، يا اهلا وسهلا باخي احمد، تفضل. هلا اخويا. السلام يا شيخ. تفضل. الو. تفضل تفضل يا أجر المرأة. أجر المرأة في الصلاة. أجر المرأة في الصلاة. في الصلاة كيما الجامعة ولا كيما ولا البيت يعني كيما تسوين؟ طيب السؤال آخر. السؤال آخر، الميت توصل قراءة القرآن. طيب بقي شيء يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام، يا أهلا وسهلا. واصل الأسئلة. أخونا أحمد من السعودية يقول إنه إذا دخل أو بدأ في الصلاة يغمض عينيه،
هل هذا مشروع أم لا؟ إغماض العينين في الصلاة مما نهى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجاء النهي عنه في قول عائشة، وأخبرت بأنه من فعل اليهود في صلاتهم، ولذلك أجمع العلماء على كراهية إغماض العينين في الصلاة، إلا أن يكون ثمة حاجة، فمعلوم أن المكروهات تبيحها الحاجات، مثل الحاجة أن يصلي في مكان فيه مارة أو يشغلونه، أو كان يصلي مثلا أمام المطاف أو ما أشبه ذلك من المواضع التي قد يكون هناك مشغل فيحتاج الإنسان إلى أن يغمض عينيه فتزول الكراهة. لكن الأصل في الصلاة أن يصلي الإنسان وأن يضع بصره في موضع سجوده. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، قال جماعة من مفسرين في معنى الخشوع أنه لا يجاوز بصره موضع سجوده، كما جاء عن النبي في حديث عائشة أنه لما دخل البيت صلى ركعتين ولم يخلف بصره موضع سجوده. أما أن يغمض عينيه الطلب للخشوع فهذا من مداخل الشيطان عليه، ينبغي أن يفتح عينيه ووضع موضع بصره موضع سجوده، وإذا فعل هذا كالمغمض عينيه من حيث ذهاب ما يشغل عنه. سؤال ثاني يقول أحيانا يتمضمض للصلاة وعفوا يعمل الصلاة وهو صائم فيدخل بعض الماء إلى حلقه، لا يضره، ولكن أخشى أن يكون هذا نوع من الوسواس، لكن ما بقي في الفم من آثار الوضوء لا يؤثر على صحة الصيام. أم وسام العراق سألت عن حديث الحلال مبين والحرام مبين وبينهم أمور مشتبهات، تقول هل المسائل الخلاف هي من الأمور المشتبهة؟ ليست في كل صورها من مسائل الاشتباه، لأن مسائل الخلاف أنواع، أحيانا قد يكون الخلاف قد تبين في القول الراجح للإنسان في أحد القولين وقد لا يتبين له الراجح، فإذا كان ما تبين له الراجح فهو من المشتبهات، أما إذا مال إلى أحد القولين فهذا لا يكون مشتبها بل يكون من الحلال البين أو من الحرام البين. السؤال الثاني إذا كانت لا تسمع الأذان وهل تستعين مثلا بالإنترنت أو مثلا بعض التطبيقات على الجوالات لمعرفة وقت دخول الصلاة؟ ما فهمت السؤال، يعني كيف تستعين، يعني تسترشد أنه دخل الوقت أو نعم لا بأس معرفة وقت، يعني علما رأينا في بعض الدول أن هناك يعني فرق أحيانا بين التوقيت الموجود على التطبيقات وبين الأذان الفعلي، أحيانا قد يصل إلى نصف ساعة تقريبا. أنا لا أعرف يعني وش سبب الفرق، قد يكون إنسان أخطأ في يعني توقيت الساعة أو ثمة اختلاف في طريقة الحساب، لكن عموما ما كان موثوقا من وسائل الحساب يجوز اعتماده، بل عمل الناس على اعتماد الحساب في معرفة أوقات الصلوات منذ سالف الزمان وعليه الإجماع. وهل يقال مثل الاحتياط لوجود خطأ أحيانا في بعض التطبيقات أو بعض المواقع؟ يعني في البلدان التي ما فيها أذان يتحرى الإنسان ويأخذ بالقول المتأخر، يعني إذا قال هذا يذن الساعة مثلا واحدة وتطبيق آخر دقيق مثل كدقة ذلك إنما اختلف الحساب وقال هذا يدخل 11 فليحسب على 11، يعني يأخذ بالمتأخر لأنه أوثق. سألت عن قراءة القرآن وإهداء ثوابه لجدتها وهي على قيد الحياة. إهداء الثواب لحي أو ميت من التطوعات لا بأس به، وإن كان الأولى أن لا يكون إنسان يعني مبددا لحسناته بإهدائها لكل أحد، إنما يكون عمله له وينفع إخوانه بالدعاء لهم، فالدعاء خير ما ينفع به الأموات والأحياء. سألت عن قول الله عز وجل يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، تقول كيف يعني هنا تهديد بالعذاب وأتى باسم الرحمن؟ هذا بيان أن المشرك قد منع نفسه مقتضيات الرحمة، فإن عذاب الرحمن لا يكون إلا لمن فقد كل ما يوجب الرحمة، فالرحمن هو الممتلئ رحمة جل في علا، فعلان على صيغة على الرحمن على صيغة فعلان الذي يدل على تمكن هذه الصفة، فإذا كان موصوفا بذلك ولم يرحم فدل ذلك على أن
من وقع في الفعل وهو الشرك بالله عز وجل حجب عن نفسه مقتضيات الرحمة. وأيضا يشير إلى معنى آخر وهو إلى فظاعة الظلم بالشرك وأن الشرك ظلم عظيم كما قال الله عز وجل. فيفيد فائدتين: الفائدة الأولى أن الجناية عظيمة فمنعت رحمة الرحمن واستحق به عذابه. الثاني أن المشرك قد منع نفسه من كل ما يوجب الرحمة، فهو يدل على عظم الذنب وعلى أن وجود أدنى ما يكون من هذا الذنب يمنع ما يكون من رحمة الرحمن جل في علاه. سؤالها الأخير: ابنتها تريد أن تفتح محل الحلويات. وأيضا معنى ثالث عفوا أنه هذا أن إيقاع العقوبة بمثل هذا لا يتنافى مع رحمة الله عز وجل، فهو الرحمن مع عقوبته لهؤلاء الذين أجرموا واعتدوا وبغوا وظلموا أنفسهم بأن جعلوا لله ندا وشريكا. ابنتها تريد أن تفتح محل حلويات، صلى الله يوفقها ويبارك لها. نعم. كيف يكون موضوع الزكاة؟ هل هو على البضاعة أم على الدخل؟ لا، الزكاة تكون على على الدخل ما حال منه المدار عليه السنة. وإذا كانت البضائع هذه يعني تدور مثلا الحلويات يبيع ويشتريها يبيع ويشتري غيرها، فإذا جاء يوم الزكاة جرد ما عنده في المحل مما يعرض للبيع إضافة للسيول التي في الحساب ويزكي الجميع. هذا طريق إخراج زكاة مثل هذه الأموال. نعم. أم وليد من السعودية تقول: توفي زوجها قبل 20 يوما، نسأل الله يغفر له ويرحمه. تسأل عن أحكام العدة وأيضا الخروج إلى الحرم بحكم أنها قريبة منها، هل تذهب وتصلي في الحرم؟ خروج المعتدة في زمن العدة لمصالح أو حاجات فلا حرج فيه، وإنما هي ممنوعة من الانتقال عن البيت وممنوعة من أن تبيت في خارج بيتها. أما إذا خرجت مثلا لمصلحة أو لحاجة أو لتصلي في 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 المسجد الحرام وترجع إلى بيتها وتبيت فيه فلا حرج عليها في ذلك. ما يشاع على أن المرأة يعني ما تكلم الرجال و كثير مما يذكر فيما يتعلق بهذا الأمر موضوع الإحداد كثير منه لا أصل له، وإنما هو أعراف وعادات وأمور شاعت بين الناس لا أصل لها. ولهذا ينبغي أن يعني يسأل في كل ما يكون من هذا الشأن على الدليل، ما هو الدليل على أنه لا يجوز كذا، لأن الأصل الإباحة والحل. فمنع المرأة من الحلي له دليل، منع المرأة من الزينة في ثيابها له دليل، منع المرأة من التجمل بالكحل وسائر أوجه التجميل له دليل، منع المرأة من الانتقال عن بيتها زمن الإحداد له دليل، ما عدا منعها من لباس الذهب والفضة له دليل، ولا أدري ذكرته أو لا. المهم كل ما تمنع منه المحادة فله أصل ودليل، ما ليس له أصل ولا دليل فإنه لا تمنع منه إلا بحجة وبرهان. جميلة من الجزائر تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي يا أختي. عندي ثلاث أسئلة ممكن؟ تفضلي. السؤال الأول: يا شيخ، لي سابقة منذ زمن منذ 20 سنة أولادها يعني غير صالحين، يعني حتى زوجها أصبح مدمن كحول ومخدرات، ابنه كذلك مدمن وابنتها كذلك يعني زانية بشهادة أقاربها. يا جميلة معلش، أنا أعتذر عن استقبال السؤال، هذه الاتهامات لا تليق نهائيا بأشخاص، هذه كل هذا الكلام هذا لا يمكن قبوله على شخص مسلم، هذه يترتب عليها حتى بعض الأحكام خاصة فيما يتعلق بالرمي بالفاحشة. الله يهديك ويعفو عنك، وأنا أعتذر عن استقبال أسئلتك كلها، شكرا جزيلا يا الله يعفو عنا وعنك. أبو عبد العزيز من الجزائر تفضل. من السعودية. السلام عليكم. أم عبد العزيز تفضل يا أختي. الله يسلمك، ودي أستفسر إذا ممكن الشيخ. تفضلي تفضلي يا أختي. الله يسعد، كان عندي سؤال: هل الوضوء من الشطاق الله يكرمك يكفي عن الوضوء من آنية أو شيء؟ يعني أنت قصدك قصدك الاستنجاء والاستجمار؟ في الوضوء يا أبوي، حتى الاستنجاء والاستجمار، لكن هو الوضوء للصلاة إذا
توضأت بالشطاف، تعرف الشطاف؟ شطاف نعم. أي نعم. طيب إذا توضأت عن طريق الشطاف هل فيه ذنب علي أو طيب لازم أتوضأ؟ طيب. السؤال آخر يا أم عبد العزيز. الله يسعدك، بينزل عن صورة المتوفي أو صورة المتوفي المحفوظ عندي في الجوال، هل إذا نظرت فيها وسمعت عليه دم والأحدثه ولا عادي يعني؟ طيب بقي شيء؟ بينزل السؤال بالطويل شوي إذا في وقت. والله الوقت قليل جدا، إذا تختصرينه فهو أفضل. ما هو طويل لكن ودي أستفسر المحفوظ أحد يفيدني الله يهينك. ما هو السؤال؟ السؤال يا أبوي الله يسعدك، والدي لما توفى الله يرحمه ترك لنا بيت، هم بيتين خلاص. البيت الأول أنا اشتريته من إخواني اللي هم الورثة ووزعت عليهم المبلغ، ذكر طبعا ضعف الأنثى، لكن السؤال الثاني البيت الآخر أبوي ترك لنا كاستراحة، قال هذا أجروه واللي يطلع من الإيجار مثلا تأخذ المبالغ من الإيجار يكون بناتي وخواتي المحتاجات منهم يعني. اي نعم. فهمت؟ فالبيت هذا يا ابوي عليه فك تابع بيتي انا اللي اشتريته. زين؟ البيت اللي اشتريتها بعتيه الشخص اللي تابع لها يعني بدون تفاصيل الان، سؤالك ما هو بالضبط؟ السؤال يا ابوي البيت اللي انا اللي هو المثلث، ابوي قال مثلث لي خلاص هو يا امي. اي. سؤالي بالضبط يا ابوي، الرجل اللي اشترى منه ارض كان تابع لها المثلث ذا، فالمثلث ذا تابع للارض اللي اشتراها الرجل وعينه. والله يا ام عبد العزيز يعني انت واضح اولا ان سؤالك فيه تفاصيل كثيره. السؤال الثاني إن واضح إن فيه قضية يعني هي عبارة عن بيع وشراء وإرث، فهذه قد لا يكون مناسب لها برامج الفوتية، هو أفضل إما إن كان هناك مجال لأن تعرض على شخص خبير في هذا الجانب بحيث أنه سواء كان قاضي أو محامي، أو أنك إذا فيها خلاف ممكن ترفعونها للمحكمة وهم يحكمون في تفاصيلها. شكرا جزيلا. آخر سؤال عبد الله من تونس، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله يا عبد الله. بارك الله فيك. سؤالي حول عروض، حول عندي محل أسأل حول عروض التجارة، زكاة عروض التجارة. اي نعم. ومع العلم أني صار لي 4 سنين لم أدفع الزكاة، وهل تنوب الصدقة عن الزكاة في هذه المدة، مع العلم أني تصدقت أكثر بكثير من ثمن الزكاة يعني. طيب الله يوفقك ويبارك لك يا عبد الله، تسمع الجواب. شكرا جزيلا. نواصل الأسئلة. أم وليد سألت سؤال وفي الحقيقة أنت أجبت على جزء منه، وهو اللي هو ما ينفع الميت، ما يجب للزوج على زوجته بعد موته، هل هناك أشياء خاصة للزوج أم هي مثل ما يتعلق بالآباء والأمهات وغيرهم؟ ما في فرق. ليس ثمة يعني شيء خاص فيما يتعلق ببر الزوجة بعد موتها وبر الزوج بعد موته، وكسائر الموتى فيما يتعلق بالدعاء له والإحسان إليه بالذكر الحسن أو قضاء الديون إذا كان عليه ديون وما أشبه ذلك في أوجه البر بالموتى. سارة من السعودية نحول سؤالها بما يعني ينفع أختنا سارة. يعني أحيانا قد تجد الأخت من إخوتها نوع من التعامل يعني بحكم أنها ضعيفة، يعني سواء كان تعامل سيء أو عدم التعاون معها، مثلا إذا أرادت أن تذهب للشراء شيء أو أرادت إلى مشاوير أو حتى أرادت التنزه، يعني فضل الإحسان للأخت. عموما الإحسان مما ندب إليه الشرع في كل أحد، قولوا للناس حسنا، فينبغي الإحسان إلى كل أحد. ولا شك أن الأخت لها منزلة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من أبر، قال أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، وبدأ بالأخت قبل الأخ، لأن الحاجة إلى برها أعظم من حاجة الأخ إلى البر، ثم أدناك فأدناك. فينبغي يعني الاحتساب في البر بذوي الرحم والصلات، وكلما كان الإنسان أقرب كان حقه في الإحسان والصلة والبر أوثق. من يقول طفش في رمضان؟ ما أدري طفش منه، يمكن طفش من الأكل ولا طفش من النوم. لا أعلم، هذه كلمات ما أعلم مش يعني، أو أنه مل مثلا من
من نمط معين في معاشه يغير، إذا طفش من شيء يغير. جميل. أحمد من تونس يقول: المرأة هل أفضل لها أن تصلي في بيتها أم في المسجد؟ لا، أكثر في أجر في البيت أعظم أجرا، لكن لا تمنع من المسجد. لا تمنع إماء الله مساجد الله كما في الصحيح من حديث ابن عمر. جميل. أنت أجبت أيضا على سؤال الثاني، وهو هل الميت قراءة القرآن وأداء ثوابه الميت؟ تقدم أنه الأفضل الدعاء له، واستخاب الأعمال ينبغي أن يقتصر فيه. النبي أعظم الناس كرما وأعظمهم حرصا على بر أصحابه وأهله، ولم يتصدق عن عائشة، عن خديجة، ولا عن عمه حمزة، ولا عن بناته اللواتي متنا في حياته صلى الله عليه وسلم، وقد متنا جميعا إلا فاطمة، ولم ينقل عنه شيء من هذه الأعمال التي يفعلها بعض الناس من إهداء الثواب، إنما ينبغي الدعاء لهم ويكفي هذا. أبو عبد العزيز من أم عبد العزيز من السعودية سألت عن وضوء من الشطاف، الذي يعني تقول هل هذا يعني فيه، تقول هل يصلح من هذا ولا من الطشت؟ أي الإناء. أي نعم. مش الفرق؟ هو الله عز وجل: فاغسلوا أيديكم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبة. كيف ما حصل بشطاف ولا بإناء، كل واحد لبوايت ولا شيء، يعني ما في مشكلة. بعض الأسئلة يعني يبدو لي أنه ثمة شيء في نفس الإنسان ما نبيه. صحيح صدقت. لكن يعني ولذلك ظاهر السؤال ما قد لا تملك له تفسيرا، لكن يكون تقصد في الجملة يمكن أنه ما تدلك، إن كان تقصد ما أدري بالضبط. أو أن الشطاف يعني عادة هو مخصص لشيء معين، يعني من النظافة، فتقول يعني استخدامه. لا ما في بس صور الجوال، بقي معنا 3 دقائق وعندنا أسئلة كثيرة. السؤال: وجود الصور الميت في الجوال هل هذا ما في حرج؟ ولكن إذا كان هذا يجدد الأحزان أو يبعث على الكآبة ينبغي التخلص منها والدعاء له، والله يعفو عنا وعن موتى المسلمين، الله المستعان. أيضا سؤال أخينا عبد الله، في نوع من التكرار أيضا فيما يتعلق عنده محل أيضا، ويسأل عن عروض التجارة، زكاة عروض التجارة، يقول: من 4 سنوات لم يخرج زكاة. ليش؟ زكي، يجب عليه أن يزكي، يحسب في يوم الزكاة كل الموجود في المحل، يجرده إما بيقين أو تقريب، ثم يخرج زكاته ربع العشر، يعني 2.5%، يقسم قيمة الموجود على 40 ويخرج الزكاة، هذا الواجب. أشار النقطة وهي أنه خلال الفترة الماضية تصدق بصدقات كثيرة قد تكون أضعاف مقدار الزكاة، هل يحسب هذا منها؟ أو لا بد في الزكاة من نية. أي. إنما الأعمال بالنيات، والإجماع منعقد على أن الزكاة لا بد فيها من نية. ما أخرجه من صدقات يجدها عند ربه جل في علا، لكن الزكاة تختلف. أحيانا يكون على صاحب المحل ديون، يعني هو في الحقيقة ليست كلها عبارة عن أرباح، هي عبارة عن ديون أخذ من بضائع من عن طريق الدين وغيره، هل هذه كيف يتعامل فيها ما يتعلق بالزكاة؟ يخصم ما عليه من ديون من مجموع المال اللي عنده، مثلا عنده 100,000 ومجموع الديون اللي عليه 80,000، يخصم من 180 ويزكي ما بقي، اللي هو يزكي 20,000 هي التي تعتبر مالا حرا له. شاكر مقدم فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم، الشكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سل العلماء من ورثوا الكتاب بهم.